انا بجد هتجنن واعرف مين اللي قال لامك ان احنا في شرم. اقسم بالله لو اعرف لقتله. يا سلام، وانت يعني ما سالتش نفسك مين اللي قال لطنط انتصار ان احنا في شرم يا عمرو؟ ادينا لا عرفنا نتهنى بشهر عسل ولا نيله، حاجه تقرف. انا ما اعرفش يا رب هنعيش ايامنا الجايه ازاي بالشكل ده. مين اللي بيزعق في البيت ده؟ اسمع يا ابن انكسار، محدش يعلي صوته في البيت ده غيري. انا مش عايز اعلي صوتي عليك احتراما لبنتي والعرش البيت. لا لا انا ايه، احنا عندنا وجايبين جنينه حيوانات هنا. يا ماما ما يصحش كده. اخرتي بص بص بص، انت كمان هتبصبص لها قدامي تبصبص عند امك. انت دخلت هنا ازاي؟ مش راضيه اشرب فنجان اللي بتاعي اللي بحبه. يا رب يا رب، مش عارفه انا هكون دخلت بايه يا احاسيس، هدخل الشقه بايه؟ انا الله ده ولاعه حلو قوي. هدخل بالمفتاح طبعا، فنجان قهوه ايه مظبوط. الله الله على اللي طلع لي. الله زهره ايه يا ماما؟ حلاق حلاق طول بعرض، مزين يا بنتي مزين. طب ممكن افهم حضرتك معاكي مفتاح شقتي انا ليه؟ لا لا، ده مش حلاق، ده مستلم. تلم يا شقتك ايه؟ شقتك ده ايه؟ انت شايفني ايه؟ المشروع القومي للاسكان بتاع الشباب، دي شقه امانه يا كتكوت. سامعه؟ انا ما كنتش موافق اعيش معاك عشان ما اسمعش كلمتين الذل دول. لا يا رب على الحظ. اقول ايه بس، حلاق في الفنجان وحلاق في الشقه؟ هو انا مش قايله لك يا كتكوت ان ده شرط عشان تتجوز بنتي؟ وانا مش قايل لحضرتك ان انا عندي شقه وكويسه جدا كمان، وكان نفسي ان انا وهي نعيش فيها لولا حضرتك اصريتي ان احنا نعيش هنا؟ نفسي لسعه على فا نفسي. مين الحلاق اللي في الفنجان؟ نفسي. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده يا كيمو يا حبيبي؟ ماما مش قصدها. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتدافع عنه قدامي؟ ماما مش قصدها يعني يشتمني وتسكتي؟ اهو انت انت وامك يلا بنت، ما انتش بعيدة فيها والله. ليه بعيد؟ تعال هتنامي معايا. احلق بقى شعرك الطويل ده، احلق. يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي. احسن منكم. اهدى انا ازاي يعني؟ واقف بتكلم معاكي فجاه حد يخش علينا؟ مش عارفه البتاعة دي مش راضيه تولع عليه. نفسي اشرب فنجان قهوه. نفسي افهم واقف بتكلم حد يخش علينا ينفع؟ حد مين؟ في حد غريب دخل هنا؟ ده انا مأمنة المكان. حضرتك دخلتي علينا واحنا بنتكلم. انا انا حد يرضيكي كده يا شرف؟ يقول على امك حد حبيبتك؟ عيب يا محمود. طنط فوق راسي والله وبحبها جدا، بس انا برضو بحب الخصوصيه. خصوصيه؟ وانا دخلت عليك وانت بتحلق يعني؟ دخلت عليك اوضه النوم؟ ما ده اللي ناقص يا طنط، حضرتك تخش لنا اوضه النوم. يوه كفايه خناقات بقى، انا من ساعه ما اتجوزت وانا حاسه ان انا مش عارفه ارتاح. حرام عليكوا حرام. اه حرام والله حرام. هو فعلا حرام، انت عندك حق، احنا لازم بقى نستريح. يلا بينا ننام. يلا فين؟ جرى ايه يلا؟ انت هتاخد البت من قدامي وتسيبني قاعده لوحدي؟ يلا. اه يلا، انا دكتور محترم يا هانم. عند امك يا اخويا، عند امك. يلا 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 يا بنت انزلي معايا، ما انتش بايت. هي كانت فتره اختبار وراحت لحالها. يلا يا حبيبي. نام يا حبيبي لوحدك، نام. يلا يا بنت يلا يا بنت، افتحي 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 سيبك من. ما انا نفسي افهم انت بقالك ساعه ما بتولعش ليه؟ ما بتولعش ليه؟ ما انت ولعت اهو.